نقاط توافق عديدة جمعت بين نداء تونس والنائبين فاطمة الغربي وسليم عبد السلام، لعل أهمها الانتهاء من كتابة الدستور وإنهاء هذه المرحلة الانتقالية في أسرع وقت. خاطر متفق مع الاقتراحات نتاعنا فيما يخص الدستور، فيما يخص انتهاء هذه المرحلة الانتقالية، فيما يخص إمكانية حل هذا المجلس التأسيسي وحل الحكومة وتكوين حكومة كفاءات اللي تحتاج لها البلاد، باش ندافعوا على مبادئنا اللي ينتخبونا من أجلها في المناطق نتاعنا وفي كامل الجمهورية، ونفس الوعود اللي احنا وعدنا بها قاعدين متمسكين بها خاصة في الدستور. لذلك معناتها شفنا لابد باش تكون عندنا تمثيلية. بانضمام فاطمة الغربي وسليم عبد السلام يبلغ عدد نواب نداء تونس في المجلس التأسيسي 11 عضوا، قد يكونون في الأيام القليلة القادمة كتلة نيابية. حسابيا ممكن، لكن اليوم كما قلت نحب شكون المعارضة البرلمانية ناجعة، لازم نلقاو الخطة الأنجع باش نخدمو، أما تكون كتلة اللي تنجم توحد المعارضة أو جزء كبير من المعارضة كما الدوري لعبته الكتلة الديمقراطية أو كتل حزبية اللي تنجم تكون عندها ربما أكثر وضوح للتوانسة للرؤية. لكن هذه حاجة لابد منها، ونشوفوا اللي التشتت هو أصعب حاجة واللي يخلي بالحق الناس الكل معناتها ما تعرفش تتلاقى مع بعضها. لوجنا عن النقاط الإيجابية الكل اللي تجمعنا وركزنا عليها. قريبا كتلة جديدة لنداء تونس ستمثل بالتأكيد مصدر إزعاج لخصمها السياسي ذو الأغلبية بالمجلس الوطني التأسيسي.